واحد مع أحمد ملا طلال. السلام عليكم. ما زالت التجمعات الاحتجاجية الكوادر التدريسية بمحافظة السليمانية مستمرة بالتظاهر، وخاصة البارحة المشاركين أكدوا على عدم سماحهم بإلقاء الخطب السياسية خلال هذه التجمعات. محتجين أطلقوا على التجمع تسمية المظاهرة المليونية كونها تشمل جميع أقضية ونواحي المحافظة، وأكدوا مواصلة الإضراب عن العمل إلى حين الاستجابة لمطالبهم. الجماعات المشاركة كانت مجموعة من الشباب الغاضبين، أغلبهم من المدرسين والمعلمين وتيار من الناس ومجموعات أخرى. وسبق أن عقدوا يوم الجمعة، يعني دول مجلس المعلمين المحتجين، اجتماع أصدروا بعدة قرارات، منها منع أي شخصية سياسية من التحدث خلال المظاهرات. اليوم وبنفس السياق، نائب رئيس وزراء إقليم كردستان قباد طلباني دعا إلى الابتعاد عن الخطابات التهديدية بالإقليم، وأشار إلى أهمية حل الخلافات الداخلية بكردستان قبل حل المشاكل مع بغداد. طالباني قال أنه مجلس وزراء الإقليم بدأ يبحث إصلاح نظام الحكم، وهذا يحتاج لتفعيل البرلمان والابتعاد عن الكراهية، وأشار إلى إمكانية الاتفاق على نظام لا مركزي بإقليم كردستان إذا سليمانية ما حبت تتعايش مع أربيل. ملف سليمانية الضاغط استرعى انتباهنا اليوم، أما ملفاتنا لهذه الليلة فهي: المكون السني ضلع التسوية المتعرج، وقانون الانتخابات ثوب على مقاسات الكبار. أحد منكم يعرف شلون انتهت حرب البسوس؟ اللي شايف مسلسل الزير سالم أكيد يتذكر، واللي ما شايف المسلسل ممكن يروح لليوتيوب ويعرف. النهاية مو كلش سعيدة طبعاً، الناس خلصت تقريباً من الطرفين وما حد انتصر. اللي انتصر هو عزرائيل الجاهلي، دفان الجزيرة العربية وبياع الخام الأبيض اللي كانوا يجيبوه من الشام. من هذا المدخل المزعج والحزين نريد نفوت للتسوية الوطنية المخبوصين بيها هالأيام. التسوية اللي ظاهرها وطني ويشمل المكونات الثلاثة، في حين باطنها طائفي ويشمل الاقتتال الفعلي والرمزي اللي صار بين السنة والشيعة، واللي ما توقف لحظة من يوم سقط صدام. عفكم من تفاصيل التسوية وتعالوا للجوهر مالها، وخلونا نسأل العقل السني. يا بعود، انت شلون ممكن تتفق على تسوية ويا الشيعة وحضرتك الهسة ما فارز نفسك وما حد يعرف انه يمثلك؟ وشنو بالضبط النقاط اللي تريد تسوي لها حل؟ طبعا العقل السني راح يجاوبك بطريقته، بس احنا نعرف زين، وهاي ما يراد لها روح الجساس، انه الجماعة حاليا عبارة عن ثلاثة اصوات. الاول صوت السياسيين الشرعيين اللي اجوا بانتخابات وإلهم مناصب تنفيذية وتشريعية، وذولا يحجون بالإعلام بلسان الجماهير اللي انتخبتهم، واللي يشوفهم يقول الموضوع سهل ومنتهي. أما الصوت الثاني فهو صوت رموز وتيارات تعارض العملية السياسية من 2003 ولحد الآن، وذولا إلهم منابر ومؤتمرات، ويا ما سمعنا مواقفهم بكل القضايا، واللي يسمعهم حقيقة يقول بينه وبين نفسه أيس يا عبيس. أما الصوت الثالث فهو صوت الأغلبية الصامتة اللي متهجولة بالمدن والصحاري، نقصد النازحين والمهزومين، وحتى دول اللي بقوا بمدنهم وخلوا يدهم على خدهم وقالوا اللي أخذ أمي يصير عمي. الأحرى منو من هاي الأصوات الثلاثة راح يقرأ نص التسوية ويخلي عليها تعديلاته ويرجعها للطرف الآخر، بحيث يكون ممثل وحيد وشرعي للمكون السني. ممثل إذا قال إيه يعني إيه، وإذا قال لا يعني لا، يصير مثل كبير العشيرة من يقعد بفصل، يكون ماكو واحد يطلع بعدين يقول هذا من شيوخ التسعينات وما نلتزم بحجايته، مثل ما صارت أكثر من مرة، بحيث هسه الواحد مستحيل يقدر يشير بأصبعه لشخصية سنية ويقول إيه هو هذا الزير سالم وممكن ينهي حرب البسوس. هالمشكلة الكرد والشيعة متجاوزيها إلى حد ما،
لهذا واي قادة من الشيعة يكرروها بالإعلام ولسان حالهم يقول عم احنا مستعدين نسوي الأمور بس المقابل مو جاهز، نريد ناس أقوياء نسولف وياهم. عدا هاي المشكلة من وجهة نظر السنة أكو كم محور ما ممكن تصير التسوية إلا بحلهن، وأبرزها نوع العلاقة اللي تربط الأحزاب الشيعية بإيران، كون الاتهام الأبرز الموجه إلها هو ارتهانها بإيران، وهذا يعني من وجهة نظر السنة ارتهان الدولة بإيران. أكو أيضا تخوف شديد من مصير الميليشيات وتعارضها مع مفهوم الدولة. السنة هنا يقولون خلافنا الأول ويا الشيعة هو الدولة، يقولون هالشيء من باب أنهم يعتبرون نفسهم بناء الدولة ويريدون يظلون حراس عليها، وهذا الشيء صحيح لو ما الاعتراض الشيعي الأزلي من أن الدولة بطبعتها السنية ما ممكن تتخلى عن اضطهاد المكونات الأخرى. مفهوم الدولة هالشكل تأسس بالذاكرتين الشيعية والسنية، الشيعة يعتبروها ظالمة والسنة يعتبرون نفسهم أفضل مكون ممكن يحميها. معادلة صعبة جدا وحلها يراد لناس مدنيين يعني يؤمنون بالفصل التام بين الدين والدولة، وذول الناس هالمرة ما لهم لا سلطة ولا رمزية ولا يقدرون يقاومون هيمنة التيارات الدينية عند الطرفين. هنا أكو فكرة كلش لطيفة أكيد جساس وزير سالم ما يقدرون يفهموها، وهي أنه المدنيين بالطرفين ما عندهم أي مشكلة ولهذا مو صعب عليهم يضطرون التسوية بقاعدة واحدة، بس تعال جيب لهم ناس يعترفون بوجودهم أساساً، مو أنه بينطوهم سلطة القرار. هسه الخلاصة شنو ومن يقررها؟ منو اللي راح يسوي الملفات؟ نحكي عن الطرف السني الحاير باختيار الشيوخ واللي تعب حالة حال الشيعي من الموت والضيم وحرب الاستنزاف اللي خلصت الطرفين وصارت مثل منجل عزرائيل، ما يعرف يحصد الناس إلا باقة باقة مثل ما يقول عريان السيد خلف. شلون راح يخلص مسلسل العراق؟ شو وقت يميل عزرائيل ويولي؟ مرحب بكم وناقش هذا الملف مع الدكتور محمود المشهداني رئيس مجلس النواب الأسبق والقيادي في تحالف القوى العراقية عضو مجلس النواب الحالي. رحب بيك دكتور محمود المشهداني. حياك الله أستاذ أحمد. طولت الغيبة على الإعلام وعلى والله تدري هذه كانت خطة مدروسة، أنه كنا مكلفين بإعداد ملف التسوية والخروج في الإعلام، أنت ما عنده غير ملف التسوية يعني زي. الملفات الأخرى أكو قيادين أخر يعني هم يصدوا له أكثر، ولذلك الاحتجاب كان مقصود لأنه لم يكن الطبق جاهز. واستجهز تعرف تقريبا على وشك زي. أنت تعرف يعني مسألة التسوية التاريخية بالنسبة للعرب السنة مسألة مصيرية، وإحنا قررنا في استراتيجية العرب السنة ما بعد داعش تقوم على نقطتين أساسيتين. النقطة الأولى دعم بناء دولة مؤسسات ودولة مواطنة. كل من نتكلم عن المؤسسات لازم يربطها بدولة المواطنة اللي تعتمد المواطن كوحدة أساس والكفاءة كوحدة قياس. هسا هذا يبين وكأنه حلم، بس هذا هدف استراتيجي. السنة ما لم نصل. نعم. السنة قام يتفكرون. نعم هاي استراتيجية مالتهم التي اتفقنا عليها بالهيئة العامة قبل يعني أشهر. والاستراتيجية الثانية، النقطة الثانية في استراتيجية العرب السنة هي التسوية التاريخية. أي. ولذلك التسمية الرسمية مالتها التسوية الوطنية. هاي مو رسمية، هذه رؤية المكون الاتحاد. وأنت تسميها تسوية تاريخية. نعم احنا احنا أول ما أطلقناها قبل سنتين تعرف هي بالضبط انطلقت من 2005 تتذكر مؤتمر الجامعة العربية. أي. ما كانت هاي المسميات مصالحة هكذا، احنا تدري يعني لا مشاحة في المصالح. وانطلقت تسويات كثيرة ومصالحات كثيرة وصرفت أموال كثيرة، والنتيجة أن داعش احتل ثلث العراق وانهار النظام وأصبحت المصالحة بين الكيانات السياسية غير ذات جدوى. ولذلك فكرنا بأن الشرخ وصل إلى العمق وعلينا أن نبدأ بتسوية بين المكونات وصولا إلى دولة المواطنة، لأنه الدستور يقر دولة مكونات. شنو اللي يختلف عن ذنيك مال قبل؟ اللي يختلف عن ذنيك أولا أن التسوية التاريخية ليست تسوية سياسيين، هي تسوية مجتمع بكامله بكل فئاته الدينية والعلمانية والعشائرية والمرجعية والمجتمع المدني بأكمله، وما يستشف
من الشارع العراقي. تعرف شارع العراقي السني سبق أن طلع اعتصامات وفشل، والشارع العراقي الشيعي لا يزال في اعتصاماته وفي مظاهراته. هذا لديه مطلب يختلف عن مطالب الأحزاب السياسية. ينبغي حتى البلد يستقر وحتى لا تكون هناك حواضن أخرى لداعش، ينبغي أن يصار إلى تصفير. شنو التسوية الفرق؟ تصفير المشاكل أولا على مبدأ لا غالب ولا مغلوب. أنت من تخلي غالب ومغلوب راح تخلي الفتيل مشتعل من جو الرماد وبأي لحظة ينفجر. خلينا نحكي اليوم، أنا أريد أحكي عن المكون السني. نعم، مكون السني يبدو أنه أكو درجة من الوضوح بموقف المكون الشيعي، القومية الكردية، بقية المكونات، لكن أنا سميتها بالعنوان أنه هذا الضلع المتعرج بالتسوية، وينكم أنتم؟ من يعني راح يمثلكم؟ أنتم السياسيين، تحالف القوى العراقية، جمهور هذا اللي بالصحارى وبالخيم وبأربيل وبالسليمانية وبالمهجر، تمام، لو جماعة المعارضة البعثيين اللي بالفنادق اللي بقطر واللي بتركيا واللي بعمان، تمام 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 تمام. هذا هو الواقع الذي ينبغي أن نتصدى له للوصول إلى حل مرضي للمكون كله. كيف؟ المكون السني، إذا تسمح لي حضرتك، المكون السني انشطر شطرين أساسيين، شطر دخل في العملية السياسية وشطر رفض الدخول في العملية السياسية. الشطر اللي دخل في العملية السياسية لم ينجح في إثبات أن دخوله ذات جدوى للمكون بسبب موضوعي وسبب ذاتي مهم أريد نخوض به. الشطر الذي خارج العملية السياسية انقسم قسمين، قسم عتبان على العملية السياسية يقول ذولا دي مثلنا بالعملية السياسية مو كفؤين، هسه ما اريد انطي غير الفاظ، انت تعرف هاي الالفاظ الاخرى، غير كفؤين يعني او فاشلين، خلينا نقول فاشلين. ولذلك ينبغي احنا يعني ما يعني لن ندخل في هذه ما ندعمهم، ما نمنحهم الشرعيه، ولا ما نساندهم، ولا ندخل في الانتخابات، مما سبب لنا خلل كبير جدا وهو العزوف عن المجيء الى صناديق الانتخاب وحولونا من كذا الى كذا، الان 70 نائب هذا ليست حصه المحافظات السته المكون. اذا هم عتبانين ذولا، والاخرين شنو؟ ذولاك لا يؤمنون بالعمليه السياسيه. داعش وتوابعها، قاعده وداعش حصريا يعني، والباقيين ذولا سنه. ها شلون؟ ذولا سنة؟ لا لا، هذول معسنة. لا لا، ذولا عندهم تواجد في المناطق الغربية، والقاعدة وين صارت؟ بالبصرة. زين. اي فأكو رأي أنه طبعا هذول كافرين بالعملية السياسية، هذول ما لنا شغل بهم. احنا نستهدف، ما لكم شغل بهم؟ طبعا ما لنا شغل بهم. نحن نستهدف المواطنين العراقيين من العرب السنة، سواء الداخلين في العملية السياسية أو الناقمين على العملية السياسية لأسباب موضوعية. هاي التسوية هي بالضبط يعني تستهدفهم، وخصوصا الشارع السني الذي لا ينتمي لا إلى هؤلاء، الصامت اللي هو أغلبية كاسحة، واللي هو يدخل بالانتخابات صامت ويخرج صامت وما عنده مشكله. هذا ما عنده هذا مشكلة. شنو مشكلته؟ هذا ما يحتاج تسويه. نحن مشكلتنا اين؟ ليست في مشكله الصراع الشيعي السني البحت، هذا سبب من الاسباب، لكن اكو سبب اخر، ان الدستور لم يؤسس لدوله مواطنه مما خلق مشكلتكم النظام. كمكون سني شوف. انه لا مشكلتكم كمكون سني، سمحتوا للقاعده ان تنمو في محافظاتكم، سمحتوا لداعش أن تنمو في محافظاتكم، كل التصنيفات الأخرى، أنت استعزلت القاعدة وداعش، هل بإمكان المكون السني أن يتصادم مع القاعدة وداعش ويعزلها بالأسماء وينفيها خارج البلاد ويتعهد أن لا يكون حاضن لها؟ هذا اللي يريد الشيعة والكردي، هذا يريد منك. أظنك يعني تعرف أن أصواتنا بحت زين من أجل من المخاطبات، وصلنا حتى للخطاب الدولي، سلحونا دنكاونهم وإحنا نطلعهم من أراضينا. فالأول من قاتل القاعدة هم السنة بالصحوات، وأول من قاتل داعش هم السنة، مو الشيعة. الشيعة وين؟ يلا سووا حشد وتعضها وجابوا سلاح وكذا، بعد شقد يلا دخلوا بمنازلات مع القاعدة بعد شقد أشهر، بينما السنة تعرضوا أكو بهم تفجروا وانقتلوا وتهجروا ونواب وسياسيين وعشائر ودينين إلى آخره. صحيح. إذا مسألة أن هذه التنظيمات
يعني هي العرب السنة أنشأوها؟ لا، أنت تعرف كل زين. لو العرب أنشأوها، العرب السنة في العراق أضعف من أن ينشؤون تنظيم قوي متماسك. مو أنشأوها، ظهرت الدولي شباب اللي مدوخ العالم. شبابهم شباب أنشأناهم بليبيا. شباب ماشي. إحنا أنشأناهم بليبيا وبالصومال، وأنشأناهم باليمن، وأنشأناهم ببلجيكا. شباب سنة تأثروا فكر داعش وحملوا سلاح ضد الدولة. طبعاً. لأنه ماكو دولة كانت يشعرون أنها أن هذه الدولة ليس دولتهم. لذلك هاي التسوية هي عبارة عن وقفة مع الذات العراقية البحتة بدون تدخل أجنبي لإعادة رسم خارطة جديدة للعراق الذي نريده كله، وحسب ما عبر عنه الشارع العراقي السني والشيعي، والذي خرج إلى الشوارع وأعطى تضحيات وطالب بإنشاء دولة مدنية. كيف الوصول إلى إنشاء الدولة المدنية والدستور يقر دولة المكونات؟ عمدنا إلى هذه الدراسة، وهي القيام بتسوية وتصفير المشاكل على مبدأ لا غالب ولا مغلوب، لتهيئة الجو الاجتماعي لكتابة وثيقة مصاحبة للدستور لها العلوية عليه أحيانا، مفترة له وشارحة له، تؤدي إلى قيام دولة المواطنة. إذا ما تؤدي إلى قيام دولة المواطنة تسوي لاقمة لها. لاقمة لها. وهذا باتفاق كل القادة. الورقة اللي وصلتكم. اللي الورقة وصلتكم. أطلب مي أنا كذي عندي سكر. أي طبعاً نطلب مي مي للدكتور شباب. زين الورقة الشيعة وصلتكم؟ ليس ورقة الشيعة أكملت وأنجزت. وطلع عليها قليل من عندنا يعني، بس اللجنة المكلفة بإعداد. مو بإعداد، بالتنسيق، لجنة تنسيقية للتوفيق بين الرؤى السنية بورقة واحدة وطلعنا عليها، ولكن ليس بصفة رسمية. حتى وسائل الإعلام تم تداولها. لا لا طلعتوا عليها. لا لا، أكو ورقة رسمية حقيقية بها اختلاف كثير عما تداولها الإعلام. والآن سلمت إلى الأمم المتحدة يعني خلال هالأيام هذه. والأمم المتحدة في الأسبوع القادم ستسلمها لنا رسميا. آنذاك العرب السنة والكرد والأيزيدية والصابئة والمسيحيين يبدأون بتقديم الرؤى. المكون الشيعي قدم رؤية وليس في التسوية، رؤية فقط، رؤية المكون الشيعي، وهذه ليست هي التسوية. هاي ليست هي الورقة. أنا أسأل هنا، إيش طلبوا منكم؟ يعني شنو النقاط الرئيسية اللي طلبوها منكم؟ يعني ما طلبوا في من عندنا. ما طلبوا، قدموا رؤيتهم في التسوية التاريخية. احنا هم راح نقدم رؤيتنا في التسوية التاريخية، الكرد راح يقدموا رؤيتهم في التسوية، وباقي الكيانات راح تقدم رؤيتها الأيزيدية والمسيحية. احكي لي عن رؤيتكم. انا ذاك تنجمع هذه الرؤى وتنتج عنها رؤية موحدة نتفق عليها للذهاب الى مفاوضات كبيرة وعميقة تصل إلى كتابة وثيقة مصاحبة للدستور، وتكون هذه الوثيقة هي وثيقة التسوية. أما هذه مجرد رؤى. أنا أسألك سؤال. أنا وياك عندي مشكلة مثلا، تقول لي عندي مشكلة، أقول لك شي رضيك، اكتب السقف أعلى سقف. فالشيعة من كتبوا رؤيتهم هي أعلى سقف لهم، احنا سنكتب أيضا بالأعلى. ولكن الأمم المتحدة لها دور آخر في التنسيق بين كل الرؤى. يجوز يصير عندنا خلاف بالرؤية الكردية عن الرؤية السنية عن الرؤية الشيعية. آنذاك نحن متفقين على أن نمضي إلى التسوية التاريخية لأنها خيار حتمية هي وليست خيار. ما عندنا غير خيار، هذه الفرصة الأخيرة وإلا العراق يتفتت. جاي اشرب مي. شكرا. وخليني أسأل، أنه من أعطاكم صلاحية تمثيل المكون السني؟ أولاً كقوة سياسية، هسه أنتم جاي تستلمون تتفاوضون مع الأمم المتحدة، وراح تقعدون وتستلمون من التحالف الشيعي. من أعطاكم أنتم كسياسيين السنة صلاحية؟ سؤال حلو. ماكو الآن أكو جهة تمثل المكون السني بالتوافق اللي أنت تقول عليه. احنا اللجنة المكون السياسي اللي داخلين في العملية السياسية، عندنا احنا نتيجة عملنا عندنا 12 ورقة هي اوراق مال الجامعة العربية ومال قطر ومال تركيا ومال فرنسا ومال تنزانيا ومال بالاردن، واوراق مال مجموعة. هاي اللجنة هي عبارة عن لجنة تنسيقية ما تمثل المكون السياسي. هاي لجنة فنية برئاستي حقيقة، وعضوية الاخ حسين فلوجي ومحمد سلمان وسبحان ملتشيات. هذه نقعد ناخذ اوراق الاخرين، مو احنا نبني، يعني مو احنا نكتب الافكار والاراء. ناخذ اراء كل الاطراف ننسقها،
ونعرضها على المكون بآلية محددة. أنا ذاك المكون يزيد وينقص ويصعد وينزل إلى آخره إلى أن نصل إلى ورقة رؤية، إلى ورقة يتفق عليها العرب السنة قبل التنفيذ. لا 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 بقى الموضوع يمكم كقوة سياسية، اسمح لي بس اسمح لي، هاي نقطة كلش مهمة. تفضل تفضل. قبل التنفيذ إذا ما نتفق على ورقة موحدة كل المكون السني بالعملية والمعارضة، إذا يتفقون على ورقة آنذاك نبحث عن من يفاوض على هذه الورقة الجهات الأخرى. هاي وين بقى؟ أسأل فالآن لا أحد يمثل أحد. هاي الأوراق اليوم أنا سني مهجر، أنا شو ما مقتل اليوم دكتور محمود مشهداني يمثلني ويكتب عني ما أريده. أنا اليوم بعثي، اليوم أنا بعثي وقاعد بعمان وعقاراتي مصادرة وولدي مطاردين ومشرد وردج أرجع لبلدي، ما مقتنع دكتور محمود يمثلني عفواً. هي هاي لا يكتب حلوة. عني مطالب أنا ولا كاتب عنه، هو عنده ورقة، هو كاتب ورقة رسمية ومقدمها لجهات عالمية يعني فأنا ورقة دا أضمنها. البعث يوم كتب؟ نعم كلهم البعث كتب، كلهم كتب. المعارض كتب؟ كلهم كتبوا. الناس الجماهير المهجرة من ممثلها؟ راح تعرض عليهم بطريقة يعني المرجعيات الدينية والمرجعات العشائرية ومنظمات المجتمع المدني اللي تمثلهم، وراح يساعدون أيضا آراء لهم. وأنا ذاك إذا لم نتأكد بأن الرؤية المشتركة للعرب السنة يؤيدها 80% على أقل تقدير من المكون السني بالشارع أيضا، الشارع السني اللي هو الغالبية العظمى، المهجرين والنازحين والمعتقلين والمطاردين والمعارضين إلى آخره، لن نقدم هذه الورقة. النقطة الآن أقول لك من يمثل العرب السنة؟ احنا اولا دكتور بس اسمح لي، هذا السؤال من يمثل 2% من شبابكم؟ بس اسمح لي احتلوا نص العراق دكتور، 2% من شبابكم. بس اكمل لك الكلام، وانا ما اريد ادخل بهاي التفاصيل، وانا اريد افوت بهاي التفاصيل. شنو مشكلتنا الان اذا اتكلم لك عن الرؤيه السنيه؟ كي هذه الرؤيه السنيه هي ورقة مكتوب عليها رؤية سنية يوافق عليها السنة، لا تمثل أحد. يعني مو أنا راح أقوم أمثل وأنا راح أفاوض عليها، ربما أنا ذاك العرب السنة إذا اتفقوا على الرؤية الموحدة مالتهم ورفعت إلى الأمم المتحدة، اسمح لي، أنا ذاك من الذي يفاوض نيابة عنهم في الاجتماع المشترك بين كل الكيانات؟ هذا يحددوا، هم يحددوا. أكو كيان سياسي راح يطلع من عنده ممثلين، أكو معارضة راح يطلعوا منها ممثلين، وراح يقعدون وبالتصويت يصوتون على الوفد المفاوض. وهذا الوفد موجود، وهذا بس اسمح لي، وهذا الوفد المفاوض لا يمثلهم، وإنما هو عبارة عن مراسل بينهم وبين الجهات الأخرى. خل نفرض جدلا لسانيات، حليتوا موضوع الورقة، اتفقتوا بالورتوا موقف سني واضح تجاه كل يتردوه، رفعت السقف، تفاوضت ويا الشيعة ويا الكرد ويا المكونات الأخرى تحت خيمة الأمم المتحدة، وصلت إلى صيغة اتفاق. تقدرون تضمنون وبهذا الاتفاق المفترض كسنة اعتراف كامل من السنة بالعملية السياسية، اعتراف كامل وتأييد ودعم للنظام السياسي ما بعد 2003، نسيان العهد الماضي، هذا كله مطلوب الآن من عندكم؟ يعني هذه، شوف أخي، هذه هي ستدخل ضمن ملفات التسوية التاريخية، الصراع على السلطة، الخلاف على الثروات، المعتقلين، النازحين، العملية السياسية، التداول السلمي، القبول بمخرجات العملية الديمقراطية، الدفاع عن العراق، عدم الارتباط بجهات أجنبية، محاربة الإرهاب، منع وجود حواضن، هذه كلها هواجس، بل هي ملفات يجب أن تكون لها حلول، وهذه الحلول توثق في البرلمان ويصدر بها قانون تفصيلي تشريعي، اللي يخالفه أنا ذاك يحاسب قانونا. هي حلقة خلاص. فأنت لما تجي تتفق على ورقة، على محاسبة الآخر، نعم، أنت إذا تتفق على الورقة، الورقة راح تتحول إلى قانون يحاسبك إذا تخالفها، مثل قانون 4 إرهاب راح يصير. وهناك وأكو طموح أكثر بأن هذه الورقة تودع لدى الأمم المتحدة، بل وتدخل في مجلس الأمن تحت الفصل السابع، بحيث الجهة اللي تحطم تتحارب هذا الاتفاق التاريخي يحارب دوليا مثل ما تحارب داعش. راح نسمع هذا استهداف سياسي وهذا تسقيط وهذا استغلال للقضاء. أنا ذاك العامل الدولي ليس لديه، يعني الآن أنا أقول لك أنت تستهدفني، العامل الدولي هم يستهدفك؟
ليش بدنا نقول لك هاي المسألة تختلف هذه المرة؟ إذن الضمانات شوف الضمانات مهمة هذه المرة. الأخوة الشيعة يقول لك إحنا راح نعطيك راح شيء شنو التسوية تنازلات. زين. مو تمام؟ الضمانات راح تكون ضمانات دولية وحتى ضمانات إقليمية وضمانات وطنية أيضا. الضمانات الوطنية هو بتشريع قانون يجرم من يخالف فوق السقف الزمني، مو مثل هاي قبل طي سقف سنة ست شهور والأخ يضل مطمط بها سنتين وما يسويناها تخلص الدورة هو لا زي. هذه المرة لن تكفي. هذا الذي أريد أأكد عليه للأخوة العرب السنة أننا سنتفق على رؤية سنية تمثل كل السنة بلا استثناء. أولا إذا اتفقنا عليها آنذاك سنبحث عمن يفاوض نيابة عنا عليها وليس لمن يقود، والزعامات تختلف والقيادات تختلف والمفاوضين يختلفون. المفاوضين عادة لديهم زعامات وقيادات. إذا اتفقتوا عليها قد تعترض تركيا وقد تعترض السعودية وقد تعترض قطر وقد تعترض الأردن وقد تعترض تمام باعتبار عمق تمام. هذا تمام هذا تعهدت تعهدت الأمم المتحدة بأنها ستعمل على الحصول على كل هذه الموافقات الدولية والإقليمية ولن نمضي بدون هاي التطمينات، لأن يعني تعرف التسوية التاريخية راح تضرب مصالح دول الجوار 100% الضر. طبعاً الضر. الآن أكو دول هي مقدمة نفسها للشعب العراقي على أنه هي تحمي المكون الفلاني نيابة عنه وتلفظ بالأرزاق مالته والتجارة والبينية والصادرات. دكتور من تقول دكتور من تقول ولذلك عندما هاي التسوية التاريخية سترجع العراق، هاي الفرصة الأخيرة بالمناسبة، وكل وطني غيور يجب أن يعض على إصبعه يمشي بها، مو بالضرورة يحصل 100% تسوية. هذه ماكو 100% ماكو طبعا. شوف التسوية النقاط اللي بيها أولا شاملة، ليست هي تنازل أحادي الجانب، انتبهوا عليها، قبل كانت مطالب تجي ماكو. اثنين هي مبدأ لا غالب والمغلوب، وأقول لك أنا وما أفضح سر مبدأ لا غالب ولا مغلوب هو واحد من الأسس مال التسوية واللي أصرت عليه المرجعية مو سياسية. تعرف السياسي دائما تقصد المرجعية الشيعية. نعم زين. أصرت عليه وأدخلته بالورقة مبدأ لا غالب ولا مغلوب. تعرف هذه معناتها إيش قد أنت من فتح العد. ثلاثة يجب أن تصفير المشاكل، ماكو عندنا مشكلة تعلق تصفير المشاكل 100% وفق ملفات وحلول. طبعا الخبراء هذه التفاوض راح يصير بها لجان، لجنة الثمانية ولجنة إلى آخره، وخبراء يقعدون، مو احنا راح نقعد سياسيين ونكشف ونقول حليناها، يجون خبراء في كل العلوم الإدارية والاقتصادية يجدون حلول للمشاكل المطروحة. لا هسه انتم كسنا مطمئنين انه التحالف الشيعي والانتخابات بعد لها سنة ونص راح يلغي لكم اشتراف البعث، وراح يصالح ويا البعثيين اللي قاعدين بعمان ويا تركيا، وراح يلغي امر القبض على رافع العيساوي، وراح يجيب خميس الخنجر ويقعد وياه. ليش مطمئنين انتم المكون الشيعي راح يسويها قبل انتخابات 2018؟ انطيني دوله مواطنه بالتسويه التاريخيه. لا انطيني انت واحد من يبني على واقع، مو راح اقول لك. انطيني دوله مواطنه، طالما التسويه ستؤدي بنا الى دوله مواطنه كل هاي القضايا اصلا يعني مشاكل جانبيه تنحل بجره قلم، مو هاي المشاكل مالها. اكو اراده سياسيه لحلها، مو هاي مشاكلنا. العراق دوله فاشله، مو هاي مشاكلنا يرجع فلان ومحمود وعلان. دوله فاشله يجب ان ننقذها بواسطه دوله مواطنه تعتمد المواطن كوحده قياس حتى العراقيين كلهم يشعرون عندهم دوله، والكفاءة كوحدة قياس حتى العراقيين يشعرون ان من يقودهم هو 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 احسنهم. السني ما يشعر عنده دوله، خلاص شلون راح نخليه يشعر؟ لا سؤال هذا، اي شلون راح يشعر؟ اقول لك بزيبس خلت واحد يشعر. ما هي المشكله، احنا ليش تعرف شو وقت بدينا بالتسويه؟ ورا شهر من سقوط الموصل، قبل سقوط الانبار بدينا بيها. ليش هو الشيء لما اجينا لما وصلنا يشعر عنده دوله؟ بس اسمح لي، لما عدا الاحزاب الحاكمه من الشيعه جمهور الشيعة. لا طبعا انا اقول لك الشارع العراقي. اذا باي سلطه ومنو خولكم انتم اللي الشعب لا الجمهور السني راضي ولا الجمهور الشيعي راضي ولا الجمهور الكردي اللي هسه مظاهرات تمام راضي تمام تقعدون وتسوون تسويه تاريخيه؟ تمام. اكو نقطه مهمه جدا راح اقول لك عليها، هذا ليس مشروعا انتخابيا، يجوز 10 سنين الله نكمله، يجوز 5 سنين الله يكمل، يجوز 4 سنين الله يكمل. وذلك اللي يصدوا له هم مو مشاريع انتخابية، مشاريع انتخابية هذه أتفه من أن تصدى لها هكذا أمور. هاي أمور عظيمة يضعها الخبراء، خبراء دوليين، خبراء إقليميين، خبراء وطنيين، وهي
مبادرة لأول مرة عراقية مدعومة من الخارج. قبل كانت مبادرات من الخارج لو يدعموها فصيل لو يخربها فصيل، الآن تختلف هاي المسألة. هذه نقطة، من يظن أن التسوية هو تلميع لوجه فلان وعلان ورجوع فلان وإعادة تدوير رفع الحد عن تدوير إعادة تدوير نفسكم، هذه نعم مشاكل موجودة، هذه أصلا من أبسط الملفات مع التسوية. احنا الملف الاصلي شلون نستطيع ان نخلص ان نخرج من قيمه الدستور الاعرج بواسطه التصليحات او التعديلات الدستوريه، واللي هي واحده من الاسس اللي انبنت عليها ورقه التسويه من خلق الدستور الاعرج. نحن ونعترف يجب ان نصلحه. من اوصل الدوله الى مرحله الدوله الفاشله مثل تمام نحن خلص لا تنتخبنا بالانتخابات. انا كعراقي الان سني شيعي كردي لا تنتخبني احد، لازمك انت لا تنتخبني. لا شلون اثق بتسويه تاريخيه؟ لا تثق بي هاي تسويه مجتمعيه، مو مال محمود ومال عبد الله وحسين الحباني. شلون المجتمع ما له علاقه؟ شلون ما له علاقه المجتمع؟ المجتمع لما طلع بالشارع وطالب بالدوله المدنيه والسنه طالبوا بالدوله المدنيه، شلون تنفذ لهم هذا الطلب؟ بعصا سحريه غير سوي. طبعا هذه رؤيه بها لا ما لهم ثقه بكم مو بينا احنا ما نريدهم ثقة بينا. المشروع التسوية مشروع مجتمعي مو مشروع كيانة سياسية يعني كل الأطراف لازم تدعمه، الشعب لازم يدعمه، منظمات مجتمع مدني تدعمه، المرجعيات الدينية تدعمه، العشائر كلهم يدعمون، المجتمع الدولي يدعمه، اتحاد الأوروبي يدعمه. المجتمع الدولي هو كررت المجتمع الدولي ممثل الأمين العام للأمم المتحدة. لا قل لي مجلس الامن، قل لي الدول الخمسه دامت مو قلت لك انا مو قلت لك واحده قل لي ترامب مو قلت لك هسه جاء هذا عفنا يا ابو استاذ احمد مو قلت لك هاي الضمانات مشروحه والله، بس تدري ما نريد ندخل بتفاصيلها. لا منو يدعمها؟ مجتمع دولي منو؟ كل الامم المتحده ممثله بال يعني الاتحاد الاوروبي والامم المتحده مجلس الامن، شو تريد اكثر من الدعم؟ ودول الجوار يعني يانكوفيتش من قعد وياكم يقول لكم انا مخول من قبل مجلس الامن ومخول من قبل بان كي مون ومخول من انه اخوض هاي التسويه؟ هسه مو حكاها بمجلس الامن، هسه مو ذاك اليوم حكاها عرض تقرير رجل. شلون انتم ليش تقرون هيك العراقي؟ لا عرض تقرير حبيبي انتم العراقي ليش تقرون مثل الجريده؟ هذا متفق عليه متفق. ليش تذكر ان هناك لاول مره كان قبل كل التسويات العرب السنه يقدموها، الاخوه الشيعه يقولون وين مسويها انتم بقطر؟ والله ما نقبل. وين مسويها؟ قضيه بين كيانات زين. اما هذه مجتمع يعني هذا اصلا انا شعوري نتيجه علاقاتي في الفتره الاخيره مريت خزيتها خز من طولها لعرضها مو كلهم يطالبوننا بالتسويه التاريخيه. انا قاعد في مؤتمر بسويسرا، مؤتمر للسلام العالمي هيك يعني، واسست لهم ان السلام يبدا من العراق، واثبت لهم ان السلام يبدا من العراق والسلام لا يبدا بالعراق الا بالتسويه التاريخيه، واقروا هذا. انت تقول السلام يبدا من العراق وترامب يقول العراق جامعه هارفارد بتصدير الارهاب. نعم، لأنه المقولة تقول إذا أردت أن تحتل العالم فعليك أن تحتل الشرق الأوسط، وإذا أردت أن تحتل الشرق فاحتل العراق. أنا قلبتها قلت إذا تريد تسوي سلام بالعالم فعليك أن تبدأ بالعراق، السلام في العراق سيؤدي إلى استقرار بالشرق الأوسط، واستقرار الشرق الأوسط سيؤدي إلى استقرار بالعالم. وبالمناسبة كل الخبراء القاعدين وافقوا عليه وسجلوه كشيء يعني نظرية جديدة. سؤال الأخير، الإدارة الأمريكية الجديدة توقعوا منها دعم لهذه المبادرة؟ بعدنا كل شيء ما نفتهم عنها، بعدنا كل شيء ما نفتهم عنها، بس معلوماتنا السابقة يعني أمريكا دولة مؤسسات والأمريكا داعمة للتسوية التاريخية داعم. أما إذا يجون يريدوا يغيرون هاي جديد ما نعرف، ماكو إشارات على التغيير لحد الآن. جيد، عندنا فيسبوك على السريع، عبد الله سليم الركابي اليوم في العراق يعاد طرح موضوعة التسوية أو المصالحة أو السلم الأهلي، لا يهم الاسم بقدر ما المضمون والأدوات التي ستؤمن بها يقينا أي خطوة نحو تحديد الثوابت وتشخيص الأخطاء وتشخص الأخطاء وتضع حلول عملية تعتبر خطوة إصلاحية بغض النظر عما يطلقها التسوية الوطنية، الخيار استراتيجي والتناغم السياسي بعد داعش. محمد الجيزاني، الآن الحكومة والوضع يسير بالاتجاه الصحيح ولا يحتاج لأي تسوية، وإذا كانت هناك تسوية يجب أن تكون محصورة بممثلي السنة في البرلمان فقط لأنهم الممثل الشرعي للسنة، وأن لا يأتوا بمن أوصل العراق
إلى الوضع، إلى هذا الوضع. عندنا بعد منو؟ أصلاً يعتب علينا ذاك اليوم بزدي على الخاص. أصلاً التسوية جاءت قبل أوانها، السنة في الشتات، لا أرض ولا سيادة، وزعمائهم مطلوبين للعدالة، وشبابهم توزعوا على دول العالم لا يحسون بالانتماء للوطن بعد أن ظلمهم الوطن. التهم انتماء للبعث، وأكثر البعثيين من الشيعة، وتهمة القاعدة وداعش، وأكثر شباب الشيعة ميليشيات ومسلحة. الشيعة أرادوها دولة ففشلوا، والآن يريدون تسوية بعد أن فقدوا خصومهم القوة. التسوية بحاجة إلى قوي مقتدر من الطرفين لكي لا تفرض شروط، وهذا مستحيل، مستحيل تسوية فاشلة. حسام الشويلي، كلام وتوجه غير صحيح من التحالف الوطني. الأفضل السماح للجميع أن يشتركوا في الانتخابات، وهذه أول خطوة فعلية للمصالحة، وبعد الانتخابات تكون التسوية مع الفائزين حصرا. وهذا التوجه يدحض كل حجج الأحزاب الشيعية والسنية من قبيل استحقاق تمثيل المكونات، فإرادة الشعب ما كاملة، ما كاملة، ما عندنا وقت. كلمة أخيرة بعشرين ثانية دكتور. التسوية ليست خيار، التسوية هي حتمية تاريخية، وهي الفرصة الوحيدة أمام مهدة العراق. بدونها لا نعرف ما هي الأجندات التي ستدخل علينا، وعلينا أن نعمل جميعا بقلوب مفتوحة وعقول مفتوحة من أجل إنجاح وإنضاج التسوية. وهذه مبادرات وهذه رؤى، ليست تسوية. التسوية هي بعد أن يتفق كل الفرقاء على صيغة وحلول مشتركة وشكل ونظام وإلى آخره الدولة، والتي ستعرض بقانون. واضح جدا. شكرا جزيلا للدكتور محمود المشهداني على هذا الحوار. أما الآن فتشاهدون قانون الانتخابات، ثوب على مقاسات الكبار. أبو المثل يقول ذوق الموت حتى يرضى بالسخونة، وهذا بالضبط ينطبق على اللي تتهم به الطبقة السياسية عندنا. هاي الطبقة اللي شوفت العراقيين الموت بالحقيقة مو بالمجاز، وبالتالي خلوا الناس يرضون بالسخونة، مع العلم إنه السخونة اللي نقصدها هي سرطان واصل للعظم والمخيخ. هسه خلونا نحكي طق بطق لأن ما عندنا وقت. القصة تحديدا يم التسوية الوطنية من جهة، ويم قانون الانتخابات ونظام توزيع المقاعد ومستقبل العملية السياسية من جهة ثانية. من باب الدنيا مخبوصة بقضية تصفير المشاكل الطائفية واللي كانت نتاج أجندات سياسية الناس دفعت ثمنها، ومن باب ثاني يتم التماهل مع قوانين ممكن إذا تعدلت تعدل رأس العراق وتخليه ذب حبوب البنادول بأقرب سلة مهملات. القوانين المقصودة ثلاثة، وكل قانون بيهن ممكن يأثر تأثير رهيب بالعملية كلها، وهي أولا قانون المفوضية واللي تتهم دائما بأنه مو مستقلة ولا عندها ذرة استقلال. المطلوب أن يكون عدد المفوضين 7 بدل 9، وأن يتم ترشيحهم من القضاء مو من الأحزاب، وعملهم المفروض يستمر 6 أشهر أو 7 لحين إكمال عملية الانتخابات والمصادقة عليها، وبعدين ينسحبون ويختارون غيرهم. أما القانون الثاني فيخص مجالس المحافظات، والمراد أن يتقلص أعضاء المجلس للنصف. أما الأهم من هالقانونين فهو قانون الانتخابات ونظام توزيع المقاعد، والمطلوب بشدة هو الانتقال من نظام سانت ليجو المعمول به حاليا إلى نظام القائمة المفردة. مشروع القانون المقدم من قبل الحكومة واللي يناقش حاليا يخدم الكتل الكبيرة ويضر الكتل الصغيرة والأفراد. يعني القوي يأكل الضعيف، والكوسج ما عنده يمر حميني. المطلعين على القانون وعلى نظام توزيع المقاعد أكيد يعرفون الفرق، لأنه نظام توزيع المقاعد سانت ليجو اللي تم اعتماده بالانتخابات النيابية الماضية كان يعتمد تقسيم الأصوات اللي يحصل عليها كل كيان على 1، لذلك حصلت كتل صغيرة مقاعد مجالس المحافظات ومجلس النواب. الشغلة يبدو ما صرفت للجماعة الكواسج، فهسا مقدمين بمشروعهم الجديد نظام توزيع مقاعد يعتمد تقسيم أصوات الكيان السياسي على 1.7. هاي دوخة مال أرقام يحتاج لها حبة بنادول. المحصلة هو رغبة الكتل الكبيرة أن يغلق الباب أمام أي حزب أو وجه جديد، وتبقى الكواسج نفسها تلعب بالشط. والخلاصة أنه التسوية الأولى تاريخية ضيعت علينا أهمية هاي التسوية. نقصد تغيير قانون الانتخابات، ويمكن الساسة متقصدين يضيقون المفهوم حتى يستمر النظام يعيد إنتاج نفسه على حساب أغلبية لا حول ولا قوة، وهذا ممكن يعيدنا للموت اللي ضقناه وخلانا ما ننتبه للسرطان اللي عايشين وياه.
هيك يشوف المراقبين، فخلونا نستعير عيونهم وامثالهم ونردد وياهم. المطلوب هو ان نذوق الموت حتى نرضى بلصقونه، وهذا اللي صاير حاليا. رحب بكم وناقش هذا الملف مع راعي مبادرة موطني دكتور غسان العطية. رحب بك دكتور غسان. شكرا. ظلت مبادرة، ظلت موطني. لا الجماعة ولا طالعيكم منا بالتسوية التاريخية والوطنية. جماعة نفس الجماعة اللي صار لك سنين تنتقد بيهم. اثنين، راح يحاطوكم منا بقانون انتخابات ما يسمح لا لموطني ولا الأحزاب القدة الأصغر منا الأكبر منا أن يتسلق السلطة. وين رجعت تقارشون يعني؟ وين رايحين؟ وين رايحين؟ بارك الله بيك. حياك الله. أولاً فرصة سعيدة، وبالذات أهنيك على البرنامج. حياك الله. التشخيص الحقيقي الآن ليس فيما أقوله من جديد، هذا ما قلته 2003 و4 و5. الانقسام الطائفي والأثني هو المصيبة الأساسية في العراق. دون القدرة أن نتجاوزها فمعناتها سنكرر وندور المآسي. وهذا بحالنا الآن. النقطة الأساسية في الحديث كله كيف نخرج من عمق الزجاجة اللي هو الانقسام الإثني والطائفي. إذا انقسمنا إثنيا وطائفيا المعادلة غالب ومغلوب، هكذا في لبنان. التسوية التاريخية أفضل بوتقة للخروج من هذا. الآن السؤال المهم جدا، من يقوم بهاي للعلم، لأن سمعت الأستاذ المشهداني يتكلم بعض المعلومات ربما غير دقيقة. هي مجموعة من شخصيات عراقية بالتعاون مع أمم متحدة ومع مؤسسة فنلندية CMI بمكتب رئيس الوزراء تابعة له، وضعت أوراق إلى الآن لم تنشر. إلى الآن لم تنشر، وإنما أعطيت هم الزينات لم تنشر. بارك الله، لم تنشر. اللي حصل أعطوها لبعض الأطراف لي على اساس عمل سري، وبالميثاق ماله مكتوب انه يجب ان تبقى سريه. اللي حصل ان طرف ما قراها، عدلها، اضاف ما هو اجتهاداته واعلنها، وظهرت للراي العام ان هذه مبادره تسوى. قام بها مجلس المجلس الاسلامي الاعلى، وبالنهايه راسا صار رد الفعل سلبي تجاهها من طرف اخر. اثنين، الى الان الجهة الورقة اللي أعدوها هم الخبراء العراقيين وفعل العراقيين بالتعاون مع يونامي بالتعاون CMI وغيرهم إلى الآن لم تعلن، ووعدت أنا من أحد أركانها أن تطلق الأسبوع القادم. فإذا هسه اللي وعدنا به دكتور محمود قبل دخولك للسؤال، لا إنه قال كل هذا اللي تسرب وسائل الإعلام هو هو, هو 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 بكلامه أوحى وكأنه اطلع على الورقة الأصلية. ما مطلع هو، واحد ما مطلع. الدليل على ما مطلع اثنين، الدليل ان الان الورقه الرسميه اللي هم الان ما صدروها بعد. يعني هم قالوا سمعنا هنا وهناك سنصدر ورقه، يصدروها وما يصدروا موضوع اخر. من هنا في لقاء مع قناتكم قبل اسبوع او اكثر اللي حصل ان اثرت هالموضوع، فتسارع اعضاء هاي اللجنه الخاصه ب التسوية والمصالحة لأن يبادروا باللقاءات لشرح الموضوع، وبدأوا يشرحوها. فالآن المطلوب، مطلوب هذه الفكرة، وهي فكرة جيدة جدا ومبادرة رائعة جيد، لكن المشكلة هو في الإخراج. إن أنت أخرجته بطريقة سيئة تجهض المولود. من هنا الكلام الحقيقة. الآن الحديث هو بصورة واضحة، إذا رؤية يقدمها هم حكوا باسم مكونات. لما تتحدث مكونات إذا لا حل هناك. إذا من يمثل مكون؟ يقول لك إذا المكون شيعي هناك أطياف. وديك دليل. أنتوا حالمين المدنيين وال... لا مو المحامين. لا المدنيين حالمين. لا لا لا. هذا واقع. لا أداوبك. هذا واقع. إحنا سنة وشيعة وكردي وكمان. أجاوبك. بس إحنا ذولي. أجاوبك. تيار صدري. أعلمني بشكل مباشر إذا هذه المبادرة باسم التحالف الشيعي إحنا مو بها. هذا رسمي، دا اتكلم انا واتحمل كلامي دا اقول لك اياه. فاذا هناك اطياف شيعيه، اطياف شيعيه، منها من يعتقد بالتحالف مع اليسار مع اليمين اختلف، تاتي على السنه. ليس هناك على اي مستوى التيار الصدري اخبرك بها؟ على اي مستوى سيد مقتدى الصدري؟ لا التيار الصدري قال ان هذه الوثيقه رئيس كتله الاحرار؟ منو اخبرك؟ لا هذه الورقه اللي منو يقول تيار الصدري؟ لا كتله الاحرار
احد قادته خبرني هالكلام. احد قاده كتله الاحرار؟ اي الاحرار، ان هذه الورقه لا تمثل وجهه نظر كتله الاحرار. هذا كل نقطه ثلاث سطر. وحسنا فعلوا، لان ماساتنا لو ظهرت ورقه تقول نحن نمثل الشيعه. اذا الشارع المضطرب، المظاهرات، الفلاح بالجنوب بوضعهم المستائين، هذا من يمثلهم؟ راح تقول لي والله انتخبوهم. هل هذه النكتة نكتة يصدقها الشارع؟ مش الشارع يعرف. اشتريت الأصوات بطانية، اشتريت الأصوات بكارت تليفون. اشتروها مين؟ هو اللي أخذ بطانية وراح انتخب مين؟ مهم مواطن عراقي، مهم انت صوته بارك. فالمواطن، المواطن اللي قبل يبيع صوته لا يقل سوءا عن اللي باع أو اشتراه. الآن مأساة كبيرة، الأكثر منه سوءا، الأكثر منه سوءا اللي قاعد بالبيت وما يروح يغير. هذا الخطاب، اكو احزاب قادره وتعرف شلون تنظم امورها وعندها كوادرها ومتصله ويا الناس وتعرف كل اربع سنين شلون تقدر تعيد هذا بالنسبه لكم كتيار جاي تحاولون، صار لكم هاي ثلاث دورات غير جاي تحاولون، ما تقدرون ما تقدرون. هذا كما يقول تعليق اقبله بكل رحابه الصدر، لان كانك تتحدث باسمي. اللي اقول انا لا انتقد الاحزاب الدينيه والطائفيه المعروفه، فقط انتقد من يرفع شعارات مدنيه وعدم القدره الى ان يوحد جهوده. لكن في الاونه الاخيره، في الاشهر الاخيره، لاول مره وانا موجود في بغداد بعد ما سمح لي ان اعود الى بلدي لاول مره. كنت ممنوع من العوده؟ نعم. خايف من العوده؟ ممنوع ومتهم باربع ارهاب. شديد بعد بهالعمر اني متهم اربع ارهاب ومتهم بكلمه اخرى ان اني بعثي. اللي انا ب 63 معذب من البعثيين، وبزمن صدام اني مهدور دمي واموالي محجوزه. يجي طرف ما يريد يحرمني من بلدي، والله غسان اربع ارهاب وبعثي، واسقطت الدعوه بدقائق. الفرق شنو معناته؟ كان القضاء مسيس. الاعلام العراقي، اجلست مع اعلاميين عراقيين حكوميين يقول الآن بدأنا نأخذ حريتنا، الآن بدأنا. إعلاميين قضاة يقول لي الآن يا دكتور بدأنا نأخذ حريتنا. وين كنا بزمن صدام؟ بارك الله، بارك الله، بارك الله بيك. الآن النكتة العراقي اللي يقولها أنا أحكي لك إياها، من عندنا من مناطق الجنوب. تسأل مرة عجوزة وتحكي يا أختي إيش رأيك بزمن صدام بالمقابر الجماعية وبالبهدلة، تقول يا أخي هذا أذانا جيش الشعبي وأخذ ولدنا وبذلنا. بعدين يجي يقولها زين خالة وش رأيك بالوضع الحالي؟ قال يا بعد روحي اصخام، هل وجه بيض وجه ذاك؟ هل وضع السيء هو بيض وجه ذاك؟ هذه امرأة سمعتها بإذني، مرأة كبيرة تعرف. اجوا من حكم العراق بعد 2003 وعد الدنيا بالجنة. ما الذي قدم اللي حكى باسم الشيعة؟ ما الذي قدم للشيعة؟ يحصد فلاح يزرع وينتعل والدي ويريد يطيح الحكومة انتاجه، الحكومة تطي بعد سنة او بعد سنة ونص. هذا الوضع المأساوي. لو تحكي منا العقوبات، مع احترامي ايه؟ منا العقوبات. رضل تحكي جماعة عندهم قانون انتخابات فصل على مقاسهم. فصل على مقاسهم، راح يروح بعد شهر لمجلس النواب ويمشوه. هذا شو عود اكل وقت ظل احكي منا زين. اجوا تترحم على ليش ليا على اربع ارهاب. غامد خليني اقول لك اياها. الياس هو سلاح خصمك زين، ان لاكو حل. ياسوا اسمع من الفيسبوك والكلام كله، ماكو شاره ماكو فايده. حفيدي حفيدي يقول لي جدو ليش رايح للعراق؟ شكوا بالعراق. الان نتكلم بالحديقه، الوضع لا يتحمل، الوضع سيء. لا وجود لمال، لا وجود لتعليم، لا وجود لزراعة، لا اقتصاد. الآن لم نعد هناك منتصر، الكل مهزوم. من آن التحول اللي يحصل الآن، أطراف من حكم بالآن بدأوا يحسون بهذا الشيء وبدأوا يدعون إلى الانفراج. وهذا مجيئي أو عودتي وعودة آخرين كثيرين هو بداية للانفراج. السؤال، نساعد سياسة الانفراج أم نغلق الأبواب بحجة ليس بالإمكان خير مما كان؟ اثنين، الآن عمليا القوى اللي رفعت شعار باسم الدين باقونا حرامية، اللي لا سني ولا شيعي وطننا منبيعة، هذا صوت يمس نبض الشارع. الآن ما الذي استفاد بأن شيعة شيعة؟ هم قلة سياسية، صاروا تجار، صاروا أغنياء،
فقد. أما الشارع البسيط الشيعي تعبان، السني، وأنا أقول لك إياها بكل صراحة، بلقاء بسماع منهم من أبناء الموصل عايشين بربيل ومن صلاح الدين، قبل يومين زاروني مجموعة كبيرة من أبناء صلاح الدين وسامراء، وضعهم أمر وأتعس من وضع الشيعة بالضبط. وأقول لك إياها، أنا في مكتبي في الصيف الماضي لأول مرة زارني وكان وفد من النجف وآخر من حزام بغداد، اشعرت بالمرارة لما وجدت من أبناء حزام بغداد الذل على وجههم، حالته أسوأ من حالة الفلسطيني تحت إسرائيل. السؤال، أنت كعراقي مو من واجبك أن تنصر وتدفع إذا قادت أساء؟ إذا ما عندك أدوات، إذا ما عندك 50-60 نائب بالبرلمان وتأثر على القوانين هذا الكلام وترشح وزراء وتحاسب مسؤولين أمنيين، ما بالتلفزيون يقدر يسوي شيء. أنت تسأل أسئلة كأنك في قلبي أو الجواب عليها. أولا، من كل كلامي أنا وآخرين نريد حلا سلميا. من رفعوا شعار المقاومة الشريفة 2004 سوينا قائمة للانتخابات اللي بيها 92 اسم، 60 من أنا كنت وراها القائمة، 60 من الموصل وصلاح الدين وغيرهم. النص قالوا لا نقاطع الانتخابات. لإيش؟ قالوا مقاومة شريفة. قلت له أنت راح تكون أكثر من فيتنامي، قاتل بيد وفاوض بيد. النتيجة هم صاروا بالحكومة وغسان بقى معارض له العملية. ولكن ماذا صار بهم؟ صار هم يسألوني دكتور شو وقت يجون الأمريكان يرجعونه؟ مو أنت قبل 10 سنوات فرحان بنفسك مقاومة شريفة وقدر وذبح، الآن تجي من الأنبار وتجي من الموس تسأل شو وقت يجون الأمريكان يخلصونه؟ بعد ليش تلوم الجماعة أربعة؟ بارك الله جماعتك مقاومة شريفة وقدر وذبح، بارك الله. ليش تلوم الأربعة؟ لهالسبب، لهالسبب. الآن المواطن يسألك يقول لك ما هو البديل؟ الآن الكرة في ملعب القوى المدنية، القوى اليسارية، الليبرالية، العروبية، الاشتراكية، سميها ما شئت، القوى التي تتعامل معك كفرد لا تتعامل معك. خلصت عمركم مختلفين، حلو الكلام، خلصت عمركم مختلفين وخلصت عمركم مصارعين على السيادة وعلى القيادة. الحزب الشيوعي يجر بصفحة، المدني يجرون بصفحة، هذا كله صح. خلص أمامك الجماعة متفق رغم اختلافهم، لا 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 لا. بس متفقين. أريد نحللها بشكل يفهم الموضوع. الصراع الطائفي الإقليمي السعودي الإيراني حولنا في سوريا وفي العراق حطب لمعركتهم. السعودية تحارب بالسنة وإيران تحارب بالشيعة، وبالتالي كل واحد من مصلحته القومية هو يعتبر نفسه ناجح، بس منه اللي احترق هو المواطن السوري والعراقي. بعض القيادات السنية ارتكبت نفس الخطأ القيادات الشيعية، إن راهنت إن إيران تنقذني والآخر قال السعودية تنقذ، وبدل ما يمد إيده للعراقي أخوه هو بد إيده لدولة أخرى. هذا الخطأ التاريخي أدانهم، والدليل إن بالذات العرب السنة أصبحوا ضحية قيادتهم، راهنت على حل فشل في سوريا، فاشل في العراق، وأكثر من ذاك. وهذا من برز لهم وقال أنا السني وليس أنتم هي داعش، قالت لهم أنتم عملاء، أنتم كذا وكذا، إحنا السنة الحقيقيين. وبين الشيعة كذلك ظهر من يقول إحنا الشيعة، أنتم شيعة ما بيكون فود، إحنا نحمل سلاح ونقاتل المرتبطين بإيران. فبالتالي التطرف الشيعي والسني واحد يخدم الثاني. بأن إيش؟ أنت تحتاج تطرف. من الضحية؟ الاعتدال. المشكلة الاعتدال العراقي أو حتى الاعتدال السوري لا نصير له. أول من نكث بالاعتدال العراقي هي الولايات المتحدة. الأمريكان البريطانيين احتلوا العراق بالحرب العالمية الأولى، أول من استفاد احتلالهم الأقليات وخلقوا دولة مدنية. احتلال الأمريكي أول ضحايا المسيحيين الأقليات، وخلقوا فلشوا دولة وأقاموا مكانها دولة المكونات والطوائف. هذا الوضع الآن بعد خراب البصرة، نعم العبء ثقيل، مطلوب من أنا سؤالي، هل يستطيع نوحد. هل يستطيع هذا الاعتدال اللي وصفته، هل يستطيع أن يتجمع ويجمع قواه ويقاوم قانون الانتخابات الجماعة رادين يفصلوه على مقاسهم؟ هذا السؤال. بارك الله. أنا أسألك إليك، أنت مستعد تساعدني لو لا؟ مو أنت كأحمد، كمواطن. مواطن يقعد يلقي لي محاضرة، هاي ما تدبروها، هاي ما أنا دا شيل حجار، ساعدني، قول الله يعاونك. مو لا، ماكو فايدة، وتضيعون وقتكم. لا، الآن أرسم لك الخريطة الممكنة. أولا، غسان ليس حزبا، غسان هو بادرة رؤية فكرية نحاول أن نجمع شركاء الرأي فيها. نحن دعوة إلى شراكة الرأي، من يشارك بالرأي نتعاون من أجل أن نقدم رؤية توحدنا. اثنين، نسعى لكي نخلق تحالف سياسي لهالكيانات. تذكر كم كيان سجل إلى الآن؟ 136
أزمة مسجل. جيد، أزمة الثقة عند المواطن هاي شلون تعالجوها؟ اليوم المواطن ياهي يشوفه يباع يشوفه بالتلفزيون، يحكي يريد يوصل أو يرشح، يقول لك هذا يريد منصب حتى يريد منصب حتى يبوك. نحكي صح لو لا؟ بارك المواطن هذا الهسبة، لذلك 70% يقاطعون انتخابات، يقول لك أنا أروح أصعده وباكر ما يسلم علي. بارك الله فيك، والهسبة هاي شلون تقدرون تقول؟ بارك الله فيك. الآن المعركة كسب ثقة المواطن، كسب ثقته. الآن أنت تقول لي بعبارة صغيرة المواطن لا يثق بأحد، ما يثق حتى بالأنبياء. الجواب نكسب ثقته، أول خطوة منها من يتصدى لهذا المشروع، وأحدهم غسان يقول علنا غسان لا يرشح، غسان لا يقبل منصب. غسان من 2003 إلى اليوم لم يرشح ولم يأخذ أي منصب لعدم قناعته. أنت تأخذ منصب حتى تغير، أنا أسأل منه أخذ منصب إيش غيرت؟ والسبب يقولوا مرة تحكي كمعارض ومرة أنت بالحكم، فهمني شو تريد. هذا خيبة الأمل. اثنين من هالعملية يجب أن تقتنع إن هاي العملية انتخابية، والانتخابات يجب أن يعاد النظر بها. نريد انتخابات حرة ونزيهة. هم راح يعيدون النظر بها؟ لا لا لا، هم المتسلطين المتنفذين أصحاب النفوذ اللي عندهم مقاعد البرلمان، هم راح يختارون المفوضية، وهم اللي راح يسنون قانون الانتخابات، وهم اللي راح يشرفون على الانتخابات، ووزاراتهم وحكوماتهم هي اللي تشرف على الانتخابات. أنا عشان لا أذيع سرا، الجهد الأساسي الآن هذا الاستياء الشعبي. شطارتك أن كيف تعبئ وتخلق رأي عام، رأي عام يعرف شو يريد، مو يقول لا. المواطن يعرف لا 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 لا، مو العراق، العرب كلهم الآن إحنا نتكلم أن كيف نخلق رأي عام يعرف شو يريد. اللي يريده هو التالي: أولا في موضوع المبادرة بدنا نعقد اجتماعات ونجمع أكبر عدد لكي والرؤية مشتركة للقوى المدنية. لا نستعمل كلمة مكونات، نستعمل القوى الفاعلة بالمجتمع. اثنين نأتي إلى هذه العملية وحدنا ما ندبرها، نريد نتحالف، فنحن مستعدين نتحالف مع قوة طابع إسلامي، طابع كردي، تركماني. هيج قل لي لا لا واضح. هيج قل لي، قل لي أنا راح أتلب لي بقطار، أتلب لي بكوسج، بارك أصعد وياه، أصعد ولها سبب. صرت حالك حالهم؟ لا لا مو حالك حالهم. لا لا لا، اللي أنت تجي الآن هناك قوة. أعطيك مثل الحزب الدعوة نفسه. الحزب الدعوة الآن انشطر أكثر من قسم، أكثر قسم من حتى قدم يسجل حزب جديد. الآن أنت أخذ بين القوى العربية السنية اللي هم يسمون نفسهم باختصار دكتور، الآن التشظي واضح. الشارع العربي السني غير راضي على قيادتهم، غير راضي بصراحة العبارة. الآن السؤال إذا أنت تصر أن تجيب نفس الأسماء القديمة حتفشل، هل أمامنا فرصة أن نجيب أسماء جديدة؟ أنا هذا التحدي إنه ومو بس الغسان، تحدي لمن يدعي بهذا الرأي. اثنين بالكلام الآن هل نقدر نكسب ثقة الشارع؟ قلت لك من جملة الإجراءات نريد صف معين لا يعطي نفس القدوة بأن لا يرشح ولا يأخذ منصب حتى يكسب الناس. ثلاثة الآن بدأت العملية وإقناع الحكومة إن إذا تدون ترجعون الموصل، أبناء الموصل، ونقل لي أحد الأخوان استاذ جامعي فصل قبل كم شهر بعد خدمة بالدولة بعد الاحتلال، هو 10 سنوات هو ومجموعة جامعة النهرين حوالي 6-7. اتذكر قبل سنة ان ذولا بعثيين وفصلوهم. بربك ذولا قالوا لي اذا احنا صلنا ويا داعش تلومنا؟ هم يقولوا لي اذا ليش تقطعون رزقنا؟ وين نولي؟ وين نروح؟ هم يقولوا لي. اتصلوا بهم، انا طلعت في برنامج عندكم وشرحت الموضوع. اتصلوا بي ناس، هذا الشخص اللي اجى زارني من موصل خبر، قال له والله برنامج عندكم تقدر تراجعه. قال والله لو الحكومة تنهج نهج اللي قاله العطية داعش بأسبوع تنتهي، لأن داعش الآن رأس مال الحقيقة الحاضنة. شلون تجففها؟ أن تكسب عقول وقلوب أبناء الموصل، لا تكسبها كما حصل بالقوة فقط. دكتور غسان خليني أشكرك هنا، شكرا جزيلا لك على هذا الحوار. ما عندي وقت، جاوزت شوي على الوقت. شكرا لك، شكرا لكم، ونشوفكم باكر إن شاء الله.
Whoa!